أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، مستمرون في هذه التغطية. وكذلك نعود إلى قطاع غزة، خاصة وأنه هناك استمرار يمكن القول العمليات الإسرائيلية تحديدا في شمال القطاع، تحديدا مخيم جباليا. من هناك ينضم إلي الصحفي المختص بالشأن الفلسطيني ضياء حسن. أهلا بك ضياء معنا. بداية، صورة الوضع في الشمال، في شمال قطاع غزة، وما جديد التطورات في مخيم جباليا؟ نعم، يعني قبل قليل الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف منطقة محيط مركز شرطة جباليا. هذا القصف طال بناية لعائلة الدعور، ثم طال أيضا هدفا لم يعرف طبيعته حتى هذه اللحظة. هناك مناشدات عاجلة أيضا من قبل عوائل كثيرة، سواء في محيط مركز شرطة جباليا أو في منطقة الفلوجة أو في غيرها من المناطق داخل مخيم جباليا، يناشدون السكان بإنقاذهم في ظل إصابات، وجود شهداء داخل بعض المنازل، لا يستطيعون إخراج الشهداء، لا يستطيعون إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات. الدفاع المدني قبل قليل ذكر أنه يتواجد فقط داخل مدرسة الفخورة على أطراف مخيم جباليا مع بيت لاهيا، وقال أنه يطالب بالتدخل مباشر وفوري من أجل السماح لطواقمهم بالتحرك داخل مخيم جباليا. هناك مناشدات بالعشرات تصل إليها في ظروف صعبة وظروف كارثية، يطالب المواطنون إنقاذهم فورا في ظل الوضع الصعب الذي يعيشونه. قبل قليل أيضا كان هناك قصف في منطقة محيط مخيم جباليا، في منطقة جباليا النزلة وفي منطقة جباليا البلد. أيضا كان في حي الشيخ رضوان المجاور كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين، وكان استهداف أيضا لمواطنين من طائرة مسيرة في منطقة مفترق الجلاء أو مفترق الصاروخ، ما يعرف هكذا في مدينة غزة، وهي مناطق جميعها متاخمة للمناطق العمليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المناطق. أيضا يعني قبل قليل كانت طائرات حربية وطائرات مروحية تحلق بشكل مكثف في أجواء منطقة مخيم جباليا. يقال أن هناك حدث أمني أو كمين وقعت فيه قوة إسرائيلية أخرى أيضا في محيط منطقة مسجد رياض الصالحين وسط مخيم جباليا. أيضا هناك أنباء تتردد عن اشتباكات عنيفة في عدة مناطق وكمائن داخل منازل مدمرة وغيرها، المقاومة تستخدمها من أجل مهاجمة القوات الإسرائيلية ووضع عبوات ناسفة فيها. في الحقيقة نسمع انفجارات كبيرة من حين إلى آخر، لكن حتى اللحظة لا معلومات دقيقة عما يجري داخل المخيم. يعني قبل قليل كانت هناك مناشدة مهمة جدا لعائلة أبو صقر منذ 10 ساعات، وهناك من ينزف داخلها من المواطنين، لكن الجيش الإسرائيلي لا يسمح لأي أحد بالوصول إلى لهذا المنزل. هناك شهداء، هناك جرحى لا زالوا ينزفون، ولكن رغم مرور 10 ساعات الجيش الإسرائيلي لا يسمح لأي جهة بالوصول إلى المكان وإنقاذ المصابين أو نقلهم. ماذا عن وضع النزوح؟ هل بالفعل هناك خروج من هذه المناطق أو توجه لمناطق أخرى؟ من داخل مخيم جباليا لم يعد هناك أي مكان أو أي طريق للنزوح إلى داخل مدينة غزة، أي في المناطق الشمالية للقطاع. فقط يسمح للمواطنين بالنزوح عبر طريق صلاح الدين والتوجه إلى جنوب قطاع غزة، لكن السكان هنا يرفضون التوجه إلى جنوب قطاع غزة. السكان لازالوا مصرون على البقاء في شمال القطاع. ما غادر شمال القطاع إلى جنوب القطاع لم يتعدى 10 عائلات في الأيام الخمسة الأخيرة، لكن هناك مخاوف من ارتكاب مجازر بحق النازحين المتواجدين داخل مراكز الإيواء في بعض المدارس. في الحقيقة الظروف صعبة وكارثية داخل مخيم جباليا، هناك الآلاف بغتتهم القوات الإسرائيلية باقتحامها المخيم بدون سابق إنذار، ولذلك بقوا في المدارس ومراكز الإيواء وبعض المنازل. في حي القصاصيب في وسط مخيم جباليا كانت هناك معلومات عن أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الرجال وطلب من النساء التوجه إلى منطقة شارع صلاح الدين ثم إلى جنوب قطاع غزة، ولذلك نحن نتحدث عن ظروف وعن وضع مأساوي. هذا كله يترافق مع حرمان النازحين والمتواجدين داخل مخيم جباليا، وأيضا متواجدين في بيت لاهيا وبيت حنون، باعتبار أن جباليا تعد منطقة في وسط شمال قطاع غزة. نعم. فهي تكون العملية بها بمعنى أن منطقة جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون. وتحدثنا بالأمس ضياء عن أهمية هذه المنطقة ورمزية هذه المنطقة.
نعم، لكن أنا أتحدث عن الوضع الإنساني. لم يتم السماح حاليا لإدخال أي مواد غذائية، لم يتم نعم السماح لإدخال المياه المحللة للشرب. السكان في داخل مخيم جباليا وداخل بيت لاهيا وداخل بيت حنون منذ 5 أيام أو 6 أيام بدون مياه بدون طعام. نعم أيضا ما تبقى من مدينة غزة وشمال القطاع، أيضا من حي الشيخ رضوان، من حي الصبرة، من غيره، من كل المناطق الأخرى، لم يدخل إليها أي مساعدات غذائية. حتى مقرات الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي وكل جميع المنظمات الدولية أغلقت مخازنها وأغلقت أبوابها، لم يعد لديها ما يمكن أن يوزع على المواطنين من طعام أو من مياه أو من غيره. نتحدث عن إطلاق حصار كامل على منطقة شمال قطاع غزة. صحيح. المجاعة تعود تدريجيا. في الحقيقة لا يوجد حتى خضار. اليوم أيضا تجولت في بعض الأسواق، لا يوجد شيء سوى بعض الشيبس، سوى بعض البسكويت الذي سمح بإدخاله مؤخرا، لكن لا يوجد أي شيء جديد. حتى الدقيق ارتفع سعر كيس الدقيق من 5 شواكل نعم بسبب إدخاله بكميات كبيرة في الآونة الأخيرة، كان وصل سعره فقط 5 شواكل. يعني الآن بالفعل تصف أتحدث لنا عن الوضع يعني صعب جدا نعم ضياء، ولكن ما هو الحال في جنوب القطاع؟ يعني الجيش الإسرائيلي قبل قليل أعلن أنه عثر على أنفاق تحت الأرض فيما يتعلق أو يضم كما وصف مركزا تدريبيا لحماس في رفح، ما الذي يجري هناك؟ العملية العسكرية كانت مستمرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ أشهر. ربما الجيش الإسرائيلي وصل إلى موقع جديد في تلك المناطق القريبة من منطقة مواصي رفح، ربما عثر على نفق أو نفقين، ربما هي فتحات فقط، لأنها تلك المناطق بالتحديد هي مناطق ليست سوية، أي بمعنى أنها مناطق تربتها لا يصلح فيها حفر أنفاق كبيرة. لكن ربما هي تكون بالأساس أنفاق دفاعية لإطلاق صواريخ منها أو غير ذلك. لكن باعتقادي هذا أمر لم يعد له أهمية، لأن السيطرة كاملة للجيش الإسرائيلي أو شبه كامل على رفح، لم حتى المقاومة تراجعت هناك في تلك المنطقة بسبب السيطرة العسكرية الإسرائيلية بشكل شبه كامل. نحن نتحدث عن 5 أو طلبنا ربما من 6 أشهر لاقتحام مدينة والسؤال رفح. هل يعني تبقت قوى نعم للفصائل الفلسطينية على الأرض تحديدا لحماس؟ في الحق نعم، في الحقيقة هذه قوة موجودة، لكن هي تتراجع وتتقدم من حين آخر، لأنها تتعامل بنفس مصير وبنفس عمليات اللي هو حرب العصابات كما تصفها اسرائيل. هذه حقيقه، والفصائل لا 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 لا, لا يعني لا تنفي ذلك. حتى ابو عبيده الناطق باسم كتاب القسام قال نحن عددنا انفسنا لحرب استنزاف طويله تستمر لسنوات، وهذه حرب الاستنزاف في الحقيقه. عندما دخلت روسيا في 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 في, في منطقه عفوا في عندما كانت تقاتل خطاب والجماعات الاسلاميه في الشيشان نعم في التسعينات، كانت حرب العصابات مرهقة للجيش الروسي، وهو يعتبر من أكبر القوات اللي كانت موجودة في نعم العالم في تلك الفترة. ولذلك الحرب العصابات أيضا حاليا مرهقة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ولا أعتقد أنه في حال استمرت لفترة طويلة كما نشهد حاليا في جباليا. يعني جباليا للمرة الثالثة تدخلها القوات الإسرائيلية، ولكن حتى اللحظة لم تحسم معركة، لازالت العمليات مستمرة. الجيش الإسرائيلي اعترف حتى اللحظة منذ بداية العملية البرية في جباليا بقتيل وعدة جرحى، لكن ربما يعترف اليوم بقتيل آخر أو غد أو صباح يوم غد بقتيل أو قتيلين نعم على الأقل في ظل الإعلانات المتتالية من كتائب القسام. ابقى معي لو سمحت، سنتحدث كذلك عن ربط الجبهات، خاصة وأن هناك اهتمام يمكن القول من قبل سكان قطاع غزة حول ما يجري من تصعيد مستمر في لبنان. لنستمع. نحن مع الشعب اللبناني يدا بيد، قاموا بمساعدتنا في الحرب الأولى ولا يزالون، ولا نستطيع فصل القضية الفلسطينية عن القضية اللبنانية، لأن هذا الشعبين القضية واحدة والحرب المسعورة واحدة على الطرفين، لا يمكن، لا نستطيع فصل أي واحد عن الآخر. هذه قضية كاملة مكتملة. نطالب كما يطالبون وقف إطلاق النار ووقف الحرب عن لبنان، هل فلسطين تناست وهي الأساس وهي التي طالبنا الكثير وقف إطلاق النار؟ أمريكا وإسرائيل تضرب بعرض الحائط كل ما حولها. هذا وقال رئيس الموساد ديفيد بارنيا مؤخرا لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إن أي اتفاق مستقبلي بشأن وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان يجب أن يشمل أيضا صفقة تبادل مع حماس في قطاع غزة، بحسب ما نقله موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر مطلعة. ولفت الموقع إلى أن حديث رئيس الموساد يمثل تغيرا في موقف إسرائيل التي حاولت في الأشهر الأخيرة
فصل بين ترتيب الهدنة أو ترتيب الوضع والتهدئة على شمال على جبهة لبنان بمعزل عن ما يجري في قطاع غزة. عودة إلى ضياء حسن الصحفي من قطاع غزة. ضياء، يعني هناك اهتمام كبير داخل قطاع غزة لما يجري في الجنوب اللبناني، ولكن هل تعتقد أنه يمكن في نهاية المطاف أن تصل الأطراف إلى صفقة شاملة تشمل جبهة لبنان وجبهة قطاع غزة؟ نعم، في الحقيقة يعني هناك تعويل كبير على إمكانية أن يكون هناك اتفاق في لبنان يندرج أو ينعكس على قطاع غزة. هناك أحاديث بدأت يعني تتواتر في الأيام الأخيرة ربما تمنح لبنان الفرصة لإجراء مفاوضات تتعلق بما يجري في قطاع غزة من أجل منح مثلا فترة هدوء معينة مثلا لمدة أسبوع في منطقة لبنان، على أن يكون هناك مفاوضات تتعلق أيضا بقطاع غزة من أجل إتاحة ما يقال عنه المجال الدبلوماسي أو النقطة الدبلوماسية الجديدة من أجل إتاحة الفرصة أمام التوصل إلى اتفاق. لكن حتى اللحظة باعتقادي لبنان وحزب الله مصممون على ضرورة أن يكون الاتفاق في لبنان يشمل قطاع غزة. ما قيل على لسان نعيم قاسم نائب أمين عام حزب الله بأنه ربما يتم التوصل إلى اتفاق فسر على أنه بدون قطاع غزة، لكن في الحقيقة يبدو أنه هناك تنسيق كامل مع حركة حماس. هناك تعويل كبير جدا على أن يتم الاتفاق على ضرورة التوجيه بأن تكون قطاع غزة أو بأن يكون قطاع غزة ضمن أي اتفاق مع لبنان. لكن بالأمس كانت هناك أنباء أيضا بأن رئيس جهاز الموساد يربط أو يريد ربط أي أحداث في أو أي اتفاق فيما يتعلق بلبنان ووقف الضربات مع إيران أن يتم من خلال الضغط على حماس لقبول صفقة الشباب. ولكن ضياء، التطورات الميدانية التي تحدثنا عنها قبل قليل في جباليا وحتى في جنوب القطاع، وعلى ما يبدو هناك أنباء تتحدث عن إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي كما تحدثنا، إلى أي مدى يمكن لهذه التطورات واستمرار التصدي القوات الإسرائيلية أن يؤثر على قرار السنوار فيما يتعلق بالصفقة؟ نعم، يعني في الحقيقة باعتقادي يحيى السنوار وقيادة حركة حماس يعني متمسكون جميعهم في إمكانية في الاستمرار بالقتال حتى تحقيق مطالبهم. يعني حماس بشكل واضح، ويحيى السنوار نقل رسالة منذ أيام إلى الوسطاء أكد فيها من جديد تمسك حركة حماس بضرورة استمرار أو عفوا بضرورة وقف الحرب بشكل كامل والانسحاب الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة والعمل من أجل يعني التوصل إلى صفقة مشرفة ويتم من خلالها الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين. لكن يعني حركة حماس ورغم الظروف الميدانية ورغم الوضع الإنساني، يعني نحن نتحدث عن عام كامل من حرب قطاع غزة، لكن حتى اللحظة حماس تتمسك بشروطها، لم تسلم، لم ترفع الراية البيضاء، وهذا قالوا بشكل واضح أبو عبيدة وقالوا أيضا خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. ولذلك باعتقادي يعني نحن أمام يعني حماس لا أعتقد أنه بعد كل هذه التضحيات تسلم وترفع الراية البيضاء بالنسبة لإسرائيل. ولذلك هناك تصميم واضح من حركة حماس بضرورة الاستمرار في الحرب ومن أجل حتى الوصول لاتفاق واضح يضمن تحقيق مطالبها، والتي كما ذكرت تتمثل بانسحاب إسرائيلي كامل، تتمثل بالتوصل إلى صفقة، تتمثل بعودة النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة مجددا إلى شمال قطاع غزة بدون معيقات. نعم. موضوع عدم التدخل الإسرائيلي في ملف اليوم التالي للحرب. ولذلك ربما يعني حماس سربت بالأمس خبر مهم وجديد بأن المحادثات التي جرت بالأمس مع قيادة حركة فتح مهمة وإيجابية. نعم. نحو تطور التصور المتعلق باليوم التالي للحرب. ولأول مرة حماس تتحدث عن اليوم التالي للحرب، لكن تحدثت بشأن فلسطيني. باعتقادي مصر تدعم هذا الخيار، مصر تريد التقدم في هذا الملف من أجل أن وضعه ضمن إطار خطة ربما جديدة
نعم، من أجل يعني أن تعمل من أجل إتمام صفقة تتضمن حقيقة واضحة وجلية عن اليوم التالي للحرب، وهو إسرائيل باعتقادي ما تبحث عنه، باعتقادي إطلاق الصواريخ باتجاه تل أبيب من كتائب القسام منذ في ذكرى 7 أكتوبر، والاشتباكات التي تجري حاليا في جباليا وفي غيرها، وما يجري من عمليات مختلفة، باعتقادي يبرهن بشكل جيد أن إسرائيل ما حققته مجرد إنجازات عسكرية، لكن لم تحقق أي إنجازات استراتيجية مهمة في معركة حتى اللحظة داخل قطاع غزة. ضياء حسن، الصحفي المختص بشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لك، حدثنا من القطاع. ننتقل إلى تطورات الضفة الغربية. على ما يبدو قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تحاصر في هذه الأثناء مخيم نور شمس بمدينة طول كرم شمالي الضفة الغربية. من رام الله ينضم إلي مراسلنا فراس حسن. أهلا بك فراس. فراس، ما هي التفاصيل المتعلقة بهذا الحصار وما الذي يجري في نور شمس؟ أهلا لورين. يعني بالفعل كما أشرت، يتم محاصرة مخيم نور شمس في هذه الأثناء من كلا الاتجاهين. قوات إسرائيلية كبيرة تتجه إلى داخل المخيم، أيضا شهود عيان أكدوا بأن أكثر من 11 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس من حاجز عناب. وأيضا حسب الشهود العيان في المنطقة، فإن الآن المسيرات الإسرائيلية تسير في سماء مخيم نور شمس، والعديد من الجرافات تقوم بجرف البنى التحتية لتخوفات من لربما العبوات الناتفة التي تزرع في طريق الآليات العسكرية. كتيبة طول كرم التابعة لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة سرايا القدس الجهاد الإسلامي، أعلنوا أنهم استهدفوا الآليات العسكرية الإسرائيلية بعبوة ناسفة. وحسب ما جاء في البيان، فقالوا أن هناك إصابات في آليات الجيش الإسرائيلي وأيضا في صفوف الجيش الإسرائيلي، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يؤكد بشكل رسمي عن تعرضه للإصابات وآليات العسكرية أو حتى الجنود الإسرائيليين. كل هذه الأمور لورين تأتي في ظل التجديدات التي أشرنا إليها سابقا بالتزامن مع الأعياد اليهودية أيضا، والتجديدات على الحواجز في الضفة الغربية والإغلاقات أيضا بين المدن الفلسطينية. هناك أيضا إغلاق على مدينة الخليل التي يعني نفذ من 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 هذه المدينة شابين فلسطينيين عملية يافا، والتي أدت إلى مقتل أيضا أكثر من 6 إسرائيليين. حالة من القلق تعيشها الضفة الغربية في ظل أيضا العمليات العسكرية لورين التي باتت بشكل شبه يومي هذه العمليات، وتكثفت يعني منذ 2 وزادت أيضا حدتها أيضا منذ 7 أكتوبر في أنحاء الضفة الغربية. أسفرت هذه العمليات عن وفاة 743 فلسطينياً في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وإصابة أيضاً أكثر من 6250 فلسطيني، واعتقال أيضاً 10000 فلسطيني من شمال الضفة الغربية حتى من وسط الضفة الغربية، نتحدث عن مدينة رام الله والمناطق المحيطة بها، وجنوب أيضاً الضفة الغربية ونتحدث عن مدينة الخليل. هذه العمليات العسكرية تكررت على أكثر من جولة، خصوصاً في شمال الضفة الغربية، اعتبرتها الأوساط العسكرية الإسرائيلية بأنها عمليات تأتي استباقية للحد من تنفيذ هجمات مسلحة ضد الأهداف الإسرائيلية على الحواجز والمعابر أو حتى على نقاط التماس، خصوصا أن التقديرات الأمنية لورين الإسرائيلية رأت أن الضفة الغربية لربما على وشك الانفجار جراء استمرار الحرب المستمرة في قطاع غزة. ودعوات أيضا الفصائل الفلسطينية لورين المختلفة، حتى يعني حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحتى الفصائل الأخرى، إلى ما يسمى بتوحيد الساحات وضرورة تفعيل ربما غرف المشتركة لهذه الفصائل لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية سواء في الضفة الغربية، ونحن نتحدث عن المستوطنات المتاخمة للمدن في الضفة الغربية مثل شمال الضفة الغربية، مدينة طول كرم ومدينة نابلس وأيضا مدينة قلقيلية، وحتى داخل الأهداف لربما في العمق الإسرائيلي، نتحدث عن عملية حصلت في مدينة يافا قبل أسابيع، وأيضا كان قبلها محاولة زرع عبوة ناسفة في مدينة تل أبيب. كل هذه التخوفات لربما الإسرائيلية وأيضا التشديدات الإسرائيلية على الضفة الغربية دفعت الجيش الإسرائيلي بإرسال 3 وحد احتياط من الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، وأكثر من 5000 عنصر من الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية لورين. من رام الله مراسلنا فراس حسن، شكرا جزيلا لك فراس.
شيع الفلسطينيون في مدينة نابلس القتلى الأربعة الذين استهدفتهم قوة إسرائيلية خاصة يوم أمس، هذا وعم إضراب شامل شل جميع مفاصل الحياة في المدينة. المزيد في هذا التقرير. هكذا ودعت نابلس أربعة من سكانها قدوا في عملية اغتيال نفذتها أمس قوة إسرائيلية خاصة استهدفت مسلحين بينهم قادة في كتائب شهداء الأقصى في مخيمات المدينة التي غلفها الإضراب الشامل حدادا على أرواحهم. غضب عارم ودعوات للانتقام أطلقها المشيعون في جنازة ضخمة جابت شوارع نابلس قبل أن يتم نقل الجثامين كل إلى مسقط رأسه ليوارى الثرى. الناس لما تشوف هذا الظلم تسمحش فيه، زي ما هم بدافعوا عن حالهم وإحنا ندافع عننا. طبعا أنت بتقدر تقول كل جيل صغير قاعد بقاوم، يعني أهم مش الجيل الصغير هذا قاعد بقاوم. لما بدك تسأل واحد شو طموحك بقول لك فيش عنده طموح، أنا صاحب استشهد، أخوي استشهد، ابن عم استشهد، شو طموحي؟ طموحي بدي أجاهد في سبيل الله وقت اللي قتلني. وغير بعيد عن نابلس كان مخيم الفارعة جنوبي طباس مسرحا لاشتباكات عنيفة بعد ساعات من اقتحام لقوات إسرائيلية تخللته عمليات تحقيق ميداني واعتقالات ومداهمة وتفتيش منازل. مسلحون فلسطينيون فجروا عبوة ناسفة في طريق آلية عسكرية إسرائيلية أعقبه هبوط مروحية إسرائيلية في أحد سهول طوباس. وفي أنحاء الضفة الغربية استمر مسلسل الاعتقالات التي طاولت 25 فلسطينياً على وقع تجديدات أمنية على الحواجز والمعابر وإغلاق بعضها. عمليات استباقية ينفذها الجيش الإسرائيلي وتجديدات أمنية ازدادت انتشاراً وكما مع حلول موسم الأعياد اليهودية للحد من تنفيذ مسلحين فلسطينيين هجمات ضد أهداف إسرائيلية قد تصل إلى العمق الإسرائيلي. في ظل تقديرات أمنية إسرائيلية ترجح أن الانفجار في الضفة بات وشيكاً. عودة إلى آخر التطورات على الجبهة الشمالية، ينضم إلي من كريات شمونة مجد دانيال. أهلا بك مجد، صورة الوضع لديك وجديد التحركات، هل هناك أي تعليمات جديدة، أي تطورات جديدة تتعلق بالشمال الإسرائيلي؟ نعم لورين، إذن منذ يمكن القول ساعة ونصف من الآن هناك هدوء حذر هنا في كريات شمونة وأيضا عموما في الشمال، يعني لم نسمع في الساعة ونصف الأخيرة صافرات انذار، فقط نسمع هنا المدفعية الإسرائيلية، صوت المدفعية الإسرائيلية التي تطلق أيضا النيران على قوات يعني حزب الله. في وقت سابق أيضا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وأيضا من خلال يعني زيارة لمدينة صفد قال بأن قوات الجيش تستمر عمليا بعملياتها في جنوب لبنان، وأيضا قال يعني في قطاع غزة أنه في اليوم الأخير قام سلاح الجو بضرب 140 هدف لعمليا 140 هدف لحزب الله وأيضا لحماس في لبنان وفي قطاع غزة. وأيضا تحدث بأن قوات عمليا تحدث أيضا عن غزة بأنه تم الكشف عن العديد من السلاح والار بي جي والمعدات والعتاد لعمليا للعمليات العسكرية. أيضا في لبنان كان هناك أيضا مقطع فيديو من أحد البيوت الذي يوثق أيضا يعني عتاد لحزب الله ولقوات الرضوان لربما ما هناك الذي تم عمليا السيطرة عليه من قبل قوات الجيش. ونحن أيضا نسمع عن مواجهات عنيفة وضارية تدور على الحدود في عدة بلدات حدودية في خاصة في الجليل الغربي، يعني فوق الجليل الغربي في جنوب لبنان. اليوم طبعا منذ الصباح نتحدث
تتحدث يعني عن مئات الرشقاء، مئات الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل، من بينها على البلدات الحدودية هنا كريات شموني، منارة. نعم، لربما الآن نسمع صوت يعني لقصف لربما إسرائيلي، يعني لا يوجد الآن صافرات إنذار، ولكن كل يعني بين الفينة فينا والأخرى نسمع أصوات كهذه. يمكنكم لربما، لا أدري إذا كانت يعني يمكن الكاميرا أن تلتقط الصورة، هنا نحن نشرف على مدينة كريات شموني التي كما قلنا لم يتبقى بها إلا من 2000 إلى 3000 مواطن فقط، من أصل 20,000 مواطن يسكنون في هذه المدينة. وأثناء يعني تجولنا في المدينة أيضا يمكن أن نلاحظ بأن العديد من البيوت هنا قد تضررت جراء يعني سقوط الصواريخ عليها، وأيضا القذائف التي تطلق من الجنوب اللبناني. إذن يعني كما قلنا هو هدوء حذر يعني خلال الساعتين الأخيرتين، يمكن القول هدوء لافت في الشمال في هذه المرحلة. وبالطبع يعني سنخرج إلى فاصل وسنعود بالطبع معك لمتابعة كل ما يجري على هذه الجبهة، وإن كانت هناك أي تفاصيل تتعلق بهذا الانفجار الذي سمعته بالطبع سنعود إليك. أشكرك حتى اللحظة مجد نيال من كريات شمونة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير وسنواصل، ابقوا معنا.